السلام عليكم. أنا أمين مجيب، الناس ردت عليا. إزيكم يا جماعة؟ والله بحاول من بدري. الله يسعدك يا هندسة، أخبارك إيه؟ عامل إيه يا باشمهندس عمر، أخبارك إيه؟ يا رب دايما إن شاء الله. ها عاملين إيه يا جماعة، كله تمام؟ الصيانة عاملة إيه معاكم؟ في أمل يعني؟ ده من ذوقك يا باشمهندس عمر، من ذوقك. ان شاء الله ربنا ييسر، المهم انت بس يبقى نفسك طويل. يا رب ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. طيب احنا ايه بقى، المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على والله انا فاكر المره اللي فاتت الناس اشتغلت معايا بالكالكوليتور، صح؟ الناس اظن المره دي لازم الناس كلها تبقى معاها كالكوليتور، بس النهارده مفيش مسائل الصراحه. النهارده الموضوع فكره بس كده. بس طبعا من ناحيه المسائل انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هو احنا هنخلص العمدان ان شاء الله النهارده، و اعتقد ان احنا محتاجين نعمل تيست. اعتقد ان الاكاديميه محتاجه تعمل تيست عشان خاطر تجهز للناس شهاداتها او حاجه بالمعنى ده يعني. فاعتقد ان التيست هيكون اونلاين، و مفيش مشكله، المحاضرات كلها متسجله يعني، والشباب ما شاء الله بيتفاعلوا في كل حاجه، فاكيد كل سؤال هيخطر على بالك هتلاقيه تجاوب عليه في المحاضره. لا لا، التست مش النهارده، لا التست ان شاء الله، ولو انتوا كمان مش حابين يبقى المره الجايه مش مشكله، بس عشان تجهزوا نفسيكم التست يبقى الاسبوع التاني يعني، مش السبت الجاي اللي بعديه. تمام، هنعمل تست على الكاميرات والاعمده بس يعني، حتى احنا المره الجايه هنتكلم في السلابات، بس احنا مش هنعمل تست على السلابات. التست ببساطه هيكون فكرته ان انت هتتفاجئ بالمسألة دلوقتي وانت قاعد دلوقتي كده في المحاضرة اونلاين، وهنعد وقت. تمام، وتبدأ الناس تديني نتائج. كويس، وبناء عليه هنبدأ نحدد يعني الميكانيزم بتاع التيست، هحكيه لكم قبلها يعني. تمام، الغرض الأخير من الفكرة اللي قايمة عليها الدارين إن الناس تتعلم. أنا شخصيا أعرف حاجات كتير بس ما معيش هدف ولا واحدة فيهم الحمد لله يعني. تمام لأني كنت في الغالب بتعلم بنفسي يعني، ما بحاول يعني، ما كنتش بروح أخد كورسات. فأتمنى إن تكون الناس دي فكرتها عن التعليم يعني، ما يكونش الموضوع كل همك إنك تاخد شهادة من مكان يعني. في ناس كتيرة معاها شهادات من حتت كبيرة في العالم، بس برضه جواهم فاضية. تمام، ماشي يا جماعة. ايه بقى اخر حاجة فاكرينها عن الأعمدة؟ ايه، مين الأول كان حاضر معانا المرة اللي فاتت؟ اللي كان حاضر معانا المرة اللي فاتت يكتب واحد.
مش فاهم تقصد ايه. مش واحد مش عارف، اول مره، اول مره تحضر. احنا ببساطه بنشرح خرسانه بتاعه الكليه، الكورسات بتاعه الكليه. خلصنا البيمز، قعدنا فيها تقريبا كام يا جماعه، 8 محاضرات او 9 محاضرات. يعني دي المحاضره رقم 9، يبقى احنا قعدنا فيها 7 محاضرات. تمام، ودلوقتي شغالين في الكولومز، هنشتغل فيها محاضرتين، اشتغلنا فيها 8 و9، هتخلص النهارده. وربنا ييسر ان شاء الله. الاس اوف فا البلاطات هناخد فيها شويه، يعني هناخد فيها شويه، هنقعد كده نتدلع بقى شويه في البلاطات. مش نتدلع بس، هي لا ضروري تاخد وقتها يعني. وبعد ما نخلص البلاطات هنتناقش بقى، انتوا عايزين تعرفوا ايه تاني؟ عايزين تعرفوا اساسات، ولا عايزين تعرفوا حاجه اكتر في الخرسانه؟ ونشوف. شرحت الدبل رينفورسمنت، شرحته كيرفات بس ما شرحتوش. اه شرحته، طبعا يا جماعه. طبعا عايزين نشكر الناس اللي بجد بتتعب جدا في الدارين واسمائهم مش بتتكتب، الناس بتاعت الدعم الفني والناس بتاعت التسجيل. الف شكر يا جماعه، تيم جبار. وليه ولولاهم على فكره كانت هتبقى مجرد اتحضر مثلا 17 واحد او 15 واحد حضروا المحاضره وبعد كده خلاص اندثرت يعني. لكن الصراحه اللي هم بيعملوه مجهود يستحق الاحترام بشده. يا رب ان شاء الله في ميزان حسنات. طب انا عمال اسخنكم عشان ادخل على المحاضره وانتوا لسه كده، في ايه؟ في محاضرات في الكود ما بتلاقيها، في معادلات في الكود مش بتلاقيها. كود ايه؟ كود ما بريطاني قديم 97. صراحة ما اشتغلتش بيه. البريطاني القديم، بريطاني 97 ما اشتغلتش بيه. بس خليني اقول لك ايه، خليني اقول لك اديني فرصة كده اقلب ادور عليه يعني، او لو انت عندك لينك ليه ابعتيه لي وانا هقلب اشوف الموضوع ازاي، وهقول لك يعني فرصة نطلع على الموضوع. تمام. وعلشان يا جماعة كم واحد عندنا هنا شغال بالكود المصري، مصريين بيدرسوا في مصر او شغالين في مصر؟ على الميل بتاعي. تمام. الناس بقى احنا اللي شغالين في مصر والناس اللي اتعلمت بالكود المصري، احنا هنحاول نسوق الكود المصري بتاعنا على الناس كلها. وان شاء الله المسائل اللي احنا هنحلها يعني، ان شاء الله نخصص محاضرة كده نحل فيها مسائل، بس نحل مسألتين بيمز ومسألتين كولومز ولا حاجة. هنستخدم فيهم الكود المصري وكتاب دكتور شاكر البحيري، وعلى اساس اقول لكم لما تدخلوا الامتحان، لما تبقى داخل امتحان اوبن بوك تعرف ازاي تفتح فين، وايه هي فين في كتاب دكتور شاكر الارقام اللي انت هتدور عليها، فين المعادلات، فين في كتاب، فين في الكود المعادله اللي انت عايز تشتغل عليها. تمام ان شاء الله يعني. تمام. طيب انا كنت شويه، كام واحد حضروا معانا المحاضره اللي فاتت؟ رد عليا مهندس عبد السلام بس، محدش تاني كان حاضر معانا. عمر بيتهيألي كان حاضر، ومهندس مصلح. تشرفنا تشرفنا يا باشمهندس. محدش كان حاضر المرة اللي فاتت؟ مش معقول. طب أنا كده هقول كلام مش عارف.
منورين يا باشمهندسين. بالمناسبة عايز أسأل الناس اللي بتحضر لأول مرة وصلها إزاي الموضوع؟ يعني أنت وصل لكم إزاي إن في محاضرة في محاضرة خرسان؟ أو وصلت لكم إزاي الضريبة؟ صدفة ملتقى المهندسين العرب. أحسن كتاب خرسانة. تمام. يا جماعة احنا محتاجين دعمكم في ان انتوا تعرفوا الدارين لاكتر عدد ممكن من الناس علشان الفايدة تعم اكبر. طيب تمام ماشي، شكرا يا جماعة، شكرا. طيب ندخل بقى في الموضوع يا جماعة. احنا المرة اللي فاتت ماشي، ندخل في الموضوع. والله انا عايز اقول لك على فكره مش شرط يكون اللي متابع معايا، يعني انا بشرح من كتاب دكتور ياسر ليسي، اكيد اغلب الناس اللي درست في مصر عارف المهندس ياسر. تمام، ومثلا في حاجات ما كنتش بلاقيها فيه فبشرحها من كتاب دكتور مشهور. لما هنيجي نحل هنحل من كتاب، هنستخدم الكود، هنستخدم ال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وهنستخدم كتاب دكتور شاكر. فاللي انا بقوله مش جديد، الخرسانه مش جديده على حد يعني. تمام، او معروف عن اي حد بيشرح خرسانه هيشرح نفس الكونسبت اللي احنا اتكلمنا فيه. فلو اي حد عايز يمتحن ما فيش مشكله يعني، حتى عشان يعمل ريفرش يعني افضل يعني. بالنسبه ليك يا باشمهندسه داليا، انت من السودان صح كده؟ اعتقد اللي يفيدك اكتر حاجه كتاب دكتور مشهور غنيم، لان كتاب دكتور مشهور غنيم بيتكلم في الكونسبت بتاع الخرسانه. بقيه الكتب اللي انا اتكلمت عنها دي متخصصه جدا في الكود المصري. تمام، يعني مهتمين بالكود المصري، شغالين بالكود المصري. تمام، فانت اللي يهمك الكونسبت. تمام، وبالتالي الكونسبت هتلاقيه كويس جدا في كتاب دكتور مشهور. هبعت لك لينكات لكتاب دكتور مشهور كتير جدا على فكره، عنك لو كتبت على جوجل بس كتب خرسانه دكتور مشهور غنيم هتلاقي كتاب موجود كتير. هو 3 اجزاء، رائع، اكتر من رائع، واللغه بتاعته الانجليزيه بتاعته بسيطه جدا لاي حد يقدر يفهم. طيب بقى يا جماعه، ايه بقى تحت امر بقى؟ احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن العمدان، واتكلمنا كتير وطولنا كمان شويه في المعادله التصميميه للعمدان، والمينيمم اريا ستيل وماكسيمم اريا ستيل. تمام، واتكلمنا عن العمدان السبايرلز. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يعني الناس اللي هي بتحضر معايا لاول مره عندها مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكلة في معادلة العمود، في تصميم العمود، في المينيمم اريا ستيل، في الماكسيمم اريا ستيل؟ التفاصيل دي فيها مشكلة؟ الناس كلها معايا؟ لا مش فاكرة منهم حاجة. وانت كنت حاضرة المرة اللي فاتت ولا أول مرة تحضري؟ هو انا افضل ان انا هكمل النهارده العمدان، والناس اللي ما حضرتش المره اللي فاتت تنزل المحاضره، واي استفسار انا جاهز المره الجايه، ما عندناش مشكله.
في الاخير يا جماعه احنا مش ملتزمين هنا بان انا بترم مثلا عندي عدد معين من الحصص او كورس 40 ساعه وانا لازم اخلص لكم كل حاجه في ال 40 ساعه. احنا قاعدين بندردش في الخرسانه يعني. انا شخصيا هدفي الاخير ان يوصلكم كونسبت خرسانه مظبوط في وقت قد ايه، في زمن قد ايه، اخدت مجهود قد ايه. مش مشكله. يعني ايه زيرو يا دعم فني؟ يعني ايه زيرو يا جماعه؟ ما حدش يحط اي روابط، اوكي؟ ما حدش يحط اي روابط. لا لا يا جماعه، شوفوا احنا ممنوع علينا ان احنا نحط اي روابط لحاجات مش مترخصه على الـ على الـ على على الويب سايت اللي احنا بندي عليه المحاضرات. تمام تمام فبعد اذنكم يعني، اوكي؟ الكلام ده بيننا وبين بعضينا بقى بعيد. سي اس اي كولوم ولا بي سي كولوم؟ ممتاز. وسي اس اي برضو ممتاز. طيب يا جماعه ايه، ندخل بقى في الموضوع بتاع العمدان ده. احنا عندنا العمدان اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وقلنا انها ليها معادله تصميميه، تمام؟ حد فاكر؟ حد فاكر المعادله؟ بوينت 3 5 ايه؟ البي التيمت بتساوي بوينت 3 5 اف سي يو على الجاما سي. ها زائد بوينت 6 7 في الاريا ستيل في الاف يل. حدش فاكر؟ حدش خالص؟ طب حد عنده خلفيه عن الموضوع ده؟ طب يا جماعه عايز احس بالامل. ايوه مظبوط. تمام. صدقني البريطاني المعادله دي مش مختلفه كتير. انا لان عارف ايه اللي هتلاقيه مختلف؟ ال 35 و 67 بس، لكن الكونسبت بتاع العمود واحد، ان هو قيمه من مساحه الخرسانه زائد قيمه من مساحه الحديد. تمام؟ علشان كده يا جماعه المهندس في اي حته، في اي حته، يعني انت مثلا اتعلمت في مصر او اتعلمت في السودان وبعد كده مثلا جيت الخليج شغالين بالكود الامريكي، او مثلا رحت على مثلا الصين عاملين لهم كود لوحديهم، ولا رحت على استراليا ولا عاملين لهم كود لوحديهم، ولا بريطانيا عامل كده يعني. فانت بالنسبه لك الكونسبت ما اختلفش. انت العمود لود بيتوزع على حاجتين، على خرسانه وعلى حديد. كل كود بيقعد يجرب، كل ناس، كل علماء في مكان، كل مختصين في الدوله دي بيقعدوا يجربوا، تمام، لحد ما بيوصلوا للمعاملات. ليه المعاملات دي بتختلف من بلد لبلد؟ بتختلف علشان حاجتين، الكواليتي كنترول، تمام، ودرجة الثقة في العمالة، في العمالة المدربة، كويس كده؟ دول اللي بيخلوا الحاجتين دول يتغيروا، كواليتي كنترول بتاعة الماتيريال والثقة في العمالة المدربة، دول اللي بيخلوا الأرقام اللي هي المعاملات تختلف. لكن هتروح في أي حتة هتلاقي الكونسبت بتاع البندنج مومنت واحد، هتلاقي الكونسبت بتاع تصميم العمود واحد، هتلاقي الكونسبت بتاع التورشن واحد. مش بس على الخرسانه، ده على اي ماتيريال واي اليمنت تتخيله. انا من فتره مش بعيده كنا بننفذ فريمات خشب. كانت اول مره ادخل في الموضوع يعني، تمام، بس خشب ماتيريال اول مره اتعامل معاه يعني. انا قبل كده شفت فريمات خرسانه وشفت فريمات ستيل بس، وفي كتب في دي وفي كتب في دي، لكن فريمات خشب ده كان جديد عليا. بس لازم تفهم، تدور بقى على حد يفهمك الماتيريال وتبدا تفهمها. ده المهندس، ما تربطش دماغك
بان الدنيا خرسانه بس ولا الدنيا ستيل بس. اربط دماغك بالكونسيبت، الفكره العامه. تمام، الناس معايا؟ تمام. طيب العمدان بقى يا جماعه، لما انت جبت البي اللي عليها اللي هي الحمل اللي عليها ده كده، الحمل اللي جاي من العماره اللي انت مثلا بتصممها او المبنى ايا كان المبنى اللي انت بتصممه، جاي عندك لود من سي بي، كويس كده؟ طيب مش بس اللود هو اللي بيأثر على العمود، في حاجات تانيه ممكن تعمل لك مشكله في العمود غير اللود. يعني احنا كنا بنتكلم على الكاميرات ان انت عندك مش بس البندنج مومنت اللي بيعمل مشكله، ده انت عندك بندنج مومنت وعندك شير وعندك تورشن وكريب وشرينكج، عندك مليون حاجه، كويس كده؟ طيب يبقى في العمود مش بس القوه اللي جايه عليه راسيه هي اللي بتعمل مشكله، في كمان حاجتين مهمين لازم ناخد بالنا منهم بيعملوا بيأثروا على تصميم العمود. تمام كده؟ ايه بقى الحاجتين دول؟ قالك الحاجة الأولانية طول العمود هو قصير ولا طويل؟ طب واحنا نحدد ازاي يعني ايه يعني عمود قصير ولا عمود طويل؟ يعني مثلا 5 متر ده يبقى عمود طويل ولا قصير؟ لازم نلاقي معيار نحدد بيه. طب 4 متر، طب هو ده كده طويل ولا قصير؟ طب 7، فاحنا لازم نلاقي معيار نحدد بيه الطول، يعني امتى العمود يبقى طويل وبالتالي هتبقى تصميمه كذا، وامتى العمود هيبقى قصير. الاخير في الاخير ان احنا هندور على كونسبت. لا لسه بتكلم يا جماعه، انا لسه مش في صفحه. تمام، انا بس بحاول افهمكم احنا هنتكلم في ايه او الكونسبت بتاعنا هيدور حوالين ايه. فاحنا في الاخير هندور على كونسبت نحدد بيه امتى العمود طويل وامتى العمود قصير، ولما يبقى طويل هنستخدم هنحل ازاي، ولما يبقى قصير هنستخدم هنحل ازاي. تمام كده. طيب حاجه تانية مهمه جدا بيسموها ايه؟ التقييد، عمود مقيد او عمود غير مقيد، كويس كده؟ بريسنج وان بريسنج. البريسنج والان بريسنج دول زي ما تقول كده ايه، العمدان والهيكل الانشائي كله بيتصرف مع بعضيه. يعني عارفين يا جماعه لما نقول ايه، عارفين لما نربط حزمه عيدان كبريت مع بعضها وتيجي تكسرهم، دول لانهم بريسنج فبيبقوا اقوى لانهم مقيدين. تمام، فاهمين الفكره دي؟ حاجه كده شبه وان يونت. مظبوط كده. تمام، يعني انت عندك سيستم في المبنى يخليهم يشتغلوا وان يونت، ولا هم مش مقيدين وبالتالي هم هيتصرفوا تقريبا مقاومتهم هتقل، مقاومتهم للقوة هتقل. تمام، فده دول حاجتين مهمين بيأثروا على العمود في تصميمه. تمام يا جماعة. طيب انا بس في سؤال فايت عليا للناس بتاعت الدعم الفني بعد اذنكم، هو في تسجيل ولا مفيش؟ احمد علي تسجيل. ها تمام، شكرا يا جماعه. اللي عايز اساله كمان، الناس الدعم الفني والتسجيل مهندسين يعني مش بنضيع لكم وقتكم معانا يعني. تمام ماشي يا جماعة. طيب خلينا بقى يا جماعة خلينا نتكلم كده. الأول عايزين نتكلم في الموضوع بتاع العمود إذا كان شورت أو لونج، عمود طويل أو عمود قصير. هو أنت تفرق معاك إيه؟ تفرق معاك إيه إن يكون العمود طويل ولا قصير؟ يعني هيزعلك في إيه؟ ها، من غير ما تقرا اللي على الشاشة، عايز الناس تفكر معايا، عايز الناس تتخيل الموضوع وتثبته في دماغها، مش لازم مش نقرا ونقول. ها، ايه هيفرق معاك في ايه؟
مش فاهم يعني ايه في الاحمال. لو طويلة يحصل له انحناء. ده يا جماعة موضوع لوجيك جدا. ها، موضوع لوجيك جدا، ان انت لو ماسك لو ماسك، عارفين الخرزانة الصغيرة دي بتاعت المدارس اللي كنا بنضرب بيها؟ أكيد الناس كلها فاكرة. تمام؟ لو هي طويلة شويتين، لو هي طويلة شويتين وبعدين اتضغط عليها كده شوية، فهي شايلة حمل، يعني اتضغط عليها يعني شايلة حمل. تمام؟ فكنت تلاقيها بتقوس. التقويس ده يعني إيه؟ التقويس ده يعني بالهندسة كده اسمه باكلينج، انحناء أو انبعاج. صح، ده التعبير الصح، انبعاج. طيب لو بقى بنفس المثال كده، بس ايه، بدل ما نستخدم الخرسانة الرفيعة دي استخدمنا عكاز. شايفين قطاعه ضخم ازاي؟ أكبر بكتير من الخرزانة. تيجي تدوس عليه ما يحصلوش باكلينج. تمام؟ طيب يبقى، طب لو كانت الخرسانة دي، الخرزانة دي قصيرة شوية، الانبعاج كان هيبقى كبير بالحجم ده، ولا كل ما قلت، كل ما قل طول الطول كل ما هيقل الانبعاج؟ هو ده الموضوع. تمام، هو ده الموضوع، ان انت كل ما كان عندك، يبقى الانبعاج ده، الانبعاج ده يا جماعة مرتبط بحاجتين، بالطول، طول العنصر اللي انت بتضغط عليه اللي هو شايل حمل بيه، وكمان بيتناسب مع الابعاد. يعني لما كان نفس الطول بس العكاز ضخم شويه، مساحته، مساحه مقطعه اكبر شويه، ما انحناش، يبقى مساحه المقطع ليها دور كبير في مقاومه البكلين، وكمان الطول ليه دور كبير جدا في مقاومه البكلين. تمام؟ طيب علشان كده هم سموا العمود اللي مش هيحصل له باكلينج، اللي مش هيحصل له باكلينج، ان هو عمود قصير. تمام؟ بغض النظر بقى عن المساحه، هنختلف، هنتفق في المساحه، المساحات متغيره، المهم ان العمود اللي مش هيحصل له باكلينج العامل الاساسي فيه ان هو هيكون قصير. تمام؟ طيب والعمود اللي هيحصل له باكلينج هو العمود الطويل. طيب هنسميه لون كولوم، ده اللي هيحصل له باكلينج. طيب عايز ارجع تاني اقول على حاجه مهمه، هو يعني ايه ان حاجه تتني بالشكل بتاع الباكلينج؟ يعني ايه تتني بالشكل ده؟ شايفين يا جماعه؟ يعني ايه حاجه تتني بالشكل ده؟ يعني اتخيلوا ان دي بيم، بيم والسبورتات هنا، صح كده؟ يبقى هنا في تحت تنشن وفي كومبريشن، صح يا جماعه؟ الماوس مش شغال. طيب ماشي، يبقى هنا في تنشن وهنا في كومبريشن. تمام، مفهوم النقطه دي؟ يبقى يا جماعه اي انحناء في اي عنصر انشائي، في لو باب التانى ده معناه ان عليه بندنج مومنت. لو باب عارفين اي حاجه في الدنيا تتني، لازم انت تتوقع ان من ناحيه هتفضل تتشد 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 لحد ما تشقق، ومن الناحيه الثانيه هتضغط لحد ما تتكسر. اوكي، يبقى اي انحناء ينتج عنه بيندنج مومنت. يبقى معناه كده ان العمود الطويل ده بيكون عليه مومنت في التصميم لازم نحطه في الحسبان. تمام كده يا جماعه؟ يبقى هو لو عمود قصير يبقى احنا كل مشكلتنا مع البي بس، خلاص هنستخدم المعادله بتاعت البي 35.35 اريا كونكريت في اف سي يو على الجاما سي زائد 0.67 في الاريا ستيل في الاف يل. تمام كده؟ طيب لو هو لونج كولوم، يعني عمود طويل او عمود نحيف، كويس كده، الانحناء هيحصل له باكلينج، وبالتالي الباكلينج هيكون بيندنج مومنت، وبالتالي هيبقى احنا عندنا بيندنج مومنت هيشارك معانا، هيدخل معانا في التصميم، يبقى التصميم هيختلف عن المعادله اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. هنتكلم على ام بريسنج دي شويه، ثواني بس. تمام؟ طيب
طب يا جماعة، في حتة مهمة عايزين نتكلم عليها، اللي هي ايه بقى يا جماعة؟ ان العمود ممكن يكون بيحصل له انحناء في اتجاهين متعامدين. فاهمين الحكاية دي ازاي؟ يعني العمود ليه دي، يعني اي عمود كده، اي حد حواليكوا كده، اي عمود حواليكوا في الأوضة لو بصيتوا له هتلاقوا طول وعرض، صح؟ طب ما ممكن يكون بيحصل له بندنج في الاتجاه بتاع الطول، وبندنج تاني في اتجاه بتاع العرض، متعامدين على بعض. فاهمين القصه ازاي ولا لا؟ يعني شايفين هنا البندنج ده، البندنج مومنت ده بيلف حوالين الاكس الطويل ده، اللي هو عرض العمود، اللي هو التي، تمام؟ لا لا سوري، البندنج مومنت هنا بيلف حوالين الاكس اللي هو موازي للبي، تمام؟ بيلف كده اهو، كويس. فجايب تنشن هنا وجايب كومبريشن هنا. طيب وهنا المومنت بيلف حوالين اكس موازي للتي، فجايب كومبريشن هنا وتنشن هنا. فاهمين شايفين يا جماعه الموضوع ده ولا لا؟ وبالتالي فانت العمود بتاعك لازم تشيك عليه من الناحيتين، اما اكس وام واي، تمام؟ طيب جميل. يبقى اول ما تسمع باكلينج ده معناه ان انت عندك ايه؟ اما اديشنال، عندك مومنت زياده، تمام كده يا جماعه؟ طيب كان من شويه حد بيسال على البريسنج والانبريسنج. احنا كده ايه فهمنا يعني ايه لونج وشورت، عمود نحيف وعمود طويل وعمود قصير، وعمود نحيف وعمود قصير، كويس كده؟ طيب يعني ايه بقى يا جماعه بريسنج وان بريسنج؟ ندخل بقى كده ايه بريسنج وان بريسنج. دي قصه شويه بس مش صعبه، تمام؟ ولما بتيجي في امتحان بتبقى سهله في العاده يعني، بس في الشغل العادي مش بنقابلها كتير يعني، تمام؟ طيب عايز الاول اتكلم كده يا جماعه على هرجع تاني يا جماعه للمثال اللي انا قعدت اتشهرنا بيه من اول ما بدأنا الكورس ده، انك تمسك الموبايل بتاعك وتحاول تكسره، كويس كده؟ فهتلاقي ايه؟ هتلاقي انك لما يكون الموبايل على سيفه، يعني بتحاول تكسره بتحاول تتني الشاشة، خلينا نقول كده، يعني بتحاول تكسر الشاشة كده، تكسرها كسر، فتلاقي الموضوع اسهل من انك تحاول في اتجاه عمودي على الشاشة. فاهمين؟ لا انت موبايلك اصلا اتكسر 3 مرات قبل كده، هو ضمان مين؟ كم مرة كسرنا الموبايل بتاعي؟ تمام. فالبريسنج بقى يعني ايه يا جماعه؟ البريسنج ده حاجه جايه من الاستيفنس، كويس كده؟ فيقول ان مثلا ايه، لو انت عندك عماره مستطيله، يعني خلينا افتح لكم صفحه كده على جنب. لو انتوا يا جماعه عندكم مبنى عامل كده، مساحته كده، يبقى المبنى ده بريسنج في انه اتجاه؟ كده تلقائي من قبل ما احط عمدان ولا احط اي حاجه، يبقى هو قوي في انه اتجاه؟ خلينا نقول ان ده الضلع الطويل وده الضلع القصير، قوي في انه اتجاه؟ في اتجاه واي، تمام؟ وبالتالي انا لما اجي اصمم المبنى احاول ادعم اتجاه اكس بعناصر تدي لاتجاه اكس استيفنس، وبالتالي يبقى المبنى قوي في الاتجاهين، تمام يا جماعه؟ طيب وبالتالي بصوا هنا كده يا جماعه، لما المبنى كان قوي في الاتجاه واي، قام هو حط الشير وولز ازاي؟ حطها في اتجاه اكس، ليه؟ علشان خاطر يقوي المبنى، لان الاستيفنس
هو يا جماعه مش كده، الحيطه دي قويه في اتجاه اكس، اللي هي الحيطه الموازيه لاكس اكيد قويه في اتجاه اكس، صح؟ متفقين على الفكره دي ولا لا؟ لان لو انت سبت البيت كله وبصيت للحيطه هتلاقي الحيطه قويه في اتجاه اكس وضعيفه في اتجاه واي، صح؟ تمام. فانا علشان ده اعمل مكان كله البيت كله، فباجي عامل ايه؟ بحط شير وولز في اتجاه اكس قويه، وبالتالي ده عامل ايه؟ القوه في اتجاه اكس. والموضوع ده يا جماعه الناس اللي متابعه معانا في الكورس تاني بتاع التصميم الانشائي هنتعرض ليه كتير في الزلازل لما نحل ان شاء الله. خلاص المشروع اللي احنا فيه دلوقتي قرب يخلص، كمان محاضرتين ثلاثه هنخلصه يعني، وهنبدا في المشروع بتاع التول بيلدينج او الهاي رايز بيلدينج، هنتكلم فيه باستفاضه في الحته دي. تمام. طيب طيب هنا بقى يا جماعه شوفوا، في هنا جمله مهمه جدا مهندس ياسر بيقول عليها، بيقول لك ايه بقى؟ شوفوا يا جماعه، انا دلوقتي لما حطيت الشير وولز اكس، احنا قلنا اصلا ان المبنى قوي في اتجاه واي، تمام؟ طيب كويس. لما انا حطيت الشير وولز في اتجاه اكس، فده معناه، ده معناه ان بقى العمدان دي الصغيره دي اللي حوالينا دي، تمام كده، مش مقيده في اتجاه واي. ولكن ممكن تكون مقيده في اتجاه اكس او غير مقيده على حسب ما نشيك ونطلع قيمه الفا. لكن هي الاكيد اكيد انها مش مقيده في اتجاه واي. معايا يا جماعه؟ هتقول لي ليه ولو ان اصلا المبنى كله قوي في الاتجاه ده؟ المبنى كله قوي في الاتجاه ده، لكن مفيش ستيفنس يجمعهم كلهم مع بعض. المبنى كله قوي اه، لكن البلاطه اللي بتجمعهم مع بعض مش هو ده الستيفنس اللي هيجمع العمدان كلها على بعضها، وبالتالي العمدان في اتجاه واي مش مقيده، ممكن كل واحد يتصرف بحريته. كويس كده؟ لكن في اتجاه اكس ممكن جدا الشير وولز دي تدي ستيفنس عالي فتسحب القوه، وبالتالي تقيد حركه العمدان دي كلها في اتجاه اكس، وممكن ما تكونش كفايه فما تقيدش الحركه. الجمله الطويله اللي انا قلتها دي مفهومه؟ طيب هقول تاني، هقول تاني. شوفوا يا جماعه، المبنى احنا اتفقنا ان هو قوي في اتجاه واي اللي هو الاتجاه ده، تمام؟ لا لا، الاعمده مع بعضها مش شغال فريمات، لان الفريم عايز حاجه تنقل الفريم، يعني انت بتنقلي مومنت من عمود لكاميرا، كويس كده؟ وهنا مفيش اليمنت يخليك تنقلي المومنت ده، لا مش هيحصل. هو المومنت بيتنقل بالخرسانه بس، ولا لازم يكون في كونكشن حديد تنقل المومنت؟ وفي الحقيقه احنا مش بنعمل كونكشن حديد ما بين الكاميرا والعمود عشان تنقل المومنت. لازم يبقى في كونكشن حديد تنقل المومنت، والا هيحصل عندك شروخ، وبالتالي يبقى فيلير، مش بريسنج وان بريسنج، يبقى فيلير خلاص. يعني لو وصلنا ان كاميرا وعمود هيتصرفوا مع بعض على انهم فريم، فيجي المومنت يتنقل فما يلاقيش حديد يشيله، يجي يكسر الخرسانه، يبقى فيلير. دي وجهه نظر يعني نظريه جدا، لكن هو عمر ما هيحصل كده، تمام؟ لان الحمل هيدور، المومنت هيدور على الحديد اللي يشيله. طيب خلينا اقول تاني يا جماعه، المبنى لان هو شكله مستطيل فاتجاه طويل في اتجاه واي، فالمبنى قوي في اتجاه واي. فانا قمت حاطط شير وولز في اتجاه اكس عشان اقوي المبنى في اتجاه اكس، كويس كده؟ طب مش معنى ان المبنى لانه مستطيل قوي في اتجاه واي ده معناه ان الاعمده، ده معناه ان الاعمده مقيده في اتجاه واي، لا. طالما ما حطيتش اليمنت، عنصر انشائي يدعم اتجاه واي، يدعم اتجاه واي ويسحب الاستفنس او يشد يبقى عنده استفنس كبيره
ويقوي العمدان في الاتجاه ده، يبقى هما مش هيبقوا مقيدين، هيبقى كل عمود بيتصرف لوحده. كويس كده؟ لكن لاني حطيت شير وولز في اتجاه اكس، فانا عندي احتمال ان يكون اكس عمدانه في الاتجاه بتاع العمدان في اتجاه اكس مقيده او غير مقيده، على حسب قيمه الفا اللي احنا هندرسها ونطلعها دلوقتي. تمام؟ يبقى لازم، الخلاصه بتقول ان لازم يكون في عناصر زي الشير وولز موجوده علشان خاطر تحول المبنى في الاتجاه اللي انت عايز تحسب له يكون بريسنج. لازم يكون في عناصر زي الشير وولز، عناصر ليها سيفتي. تمام؟ يبقى لازم يكون عندنا شير وولز في الاتجاه اللي احنا عايزين نفترض، يعني احنا لو عندنا اتجاه عايزين نعمله بريس، الناس مش بترد ليه؟ معايا ولا مش معايا الناس؟ لو احنا في اتجاه عايزين نعمل له تقييد، يبقى لازم نحط عناصر زي الشير وول في الاتجاه ده، حتى لو كان المبنى قوي في الاتجاه ده، لكن برضه لازم نحط عناصر شير وول، والا يبقى انت ما عندكش اي تقييد في الاتجاه ده. تمام؟ طيب، يبقى احنا لان واي ما فيهاش اي شير وولز في اتجاه واي، يبقى بالتالي ما فيش اي بريسنج للعمدان في اتجاه واي، يبقى انت لما تيجي تحسب العمود بتاع واي في الاتجاه واي، تحسب له اديشنال مومنت او اي حاجه، هتعتبره على طول ان هو ان بريسنج. تمام؟ لكن في اتجاه اكس لا، ليها حسابات بقى، لان احنا حطينا شير وول. طب تعالوا نشيك بقى الشير وولز دي، تعالوا نشيك اذا كانت الشير وولز دي حولت العمدان من ان بريسنج لبريسنج ولا لا. ماشي؟ يبقى احنا دلوقتي اللي احنا هنعمله ان احنا عايزين نشوف هي الشير وولز اللي احنا حطيناها في اكس خلت العمدان بريس ولا لسه العمدان ان بريس، لان باي ديفولت العمدان ان بريس، باي ديفولت العمدان ان بريس. يعني انت لما تيجي تحل على السيف سايد، يبقى حل العمدان على انها ان بريس. تمام؟ لكن لاننا حطينا شير وول، فخلينا نجرب نشوف يمكن الشير وول خلتهم بريس. اوكي؟ اوكي؟ تمام. طيب، يبقى اتجاه واي خلاص خلصنا امبريس. طيب اتجاه اكس، طيب بيقول لك ايه بقى؟ لو كانت الان اللي هي عدد الادوار اكبر من او يساوي 4، تمام، هيبقى ليها كده موضوع. ولو كانت الان اقل من او يساوي 4، هتبقى الالفا بتساوي بلا 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 الكلام ده. كويس كده؟ طيب ماشي، برضو احنا لسه كده ما فهمناش فين الموضوع. طيب خلونا ننزل لتحت كمان شويه. الفا بقى يا جماعه دي بتساوي ايه؟ الفا بتساوي ايه؟ شوفوا بقى يا جماعه، بتساوي اتش بي في جذر ان على سمشن الاي في الاي. الكلام ده طلاسم، بس خلينا نفكر في الموضوع شويه. الاتش بي اللي هي مجموع طول المبنى، اتش واحد دايما بيبقى مختلف ارتفاع الدور الارضي، تمام، وبعد كده ان ناقص واحد في اتش 2، ان ناقص واحد اللي هي ان اللي هي عدد الادوار ناقص واحد الارضي في اتش 2. تمام كده؟ طيب ان اللي هي تحت الجذر دي يا جماعه اللي هي ايه بقى؟ الوزن الكلي للمبنى. يعني ايه الوزن الكلي للمبنى؟ يعني انت هتجيب ال W دي اللي هي الوزن للمتر المربع للدور الواحد في مساحة الدور في عدد الأدوار، يديك إيه؟ يديك وزن المبنى. معايا يا جماعة؟ طيب المتوسط تقريبا، المتوسط تقريبا بتاع وزن المتر المربع من المبنى الخرسانة تقريبا 12 كيلو نيوتن على المتر المربع. تمام؟ يبقى 12 كيلو نيوتن في مساحة الدور مثلا، اللي هو هنقول مثلا 120 متر في عدد الادوار اللي هو 12 دور، يطلع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يطلع كذا كيلو نيوتن. ده كده وزن المبنى. طيب على سمشن الاي في الاي، ايه بقى سمشن الاي في الاي؟ الاول الناس عارفه الاي والاي ولا لا؟ استراكشر ثالثه مدني، استراكشر ثالثه مدني. حد جاي معانا استراكشر ثالثه مدني؟
ها يو اي عزم الكسور الذاتي المركزية ايه؟ لا ايه المركزية ايه دي؟ لا 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 اسحب الجملة دي بسرعة. معاير المرونة ده كلام مظبوط. ماشي يا جماعة، ماشي ماشي. الاي والاي، الاي معاير المرونة والاي اللي هو ايه يا جماعة؟ المومنت اوف انرشيا. ماشي، مومنت اوف انرشيا بيساوي ايه؟ حد فاكر؟ حد حافظ؟ حد فاكر مومنت اوف انرشيا؟ الاي. لا لا دي في اتش تكعيب على 12، اللي تكعيبه هو الاتش. ها تمام. طيب طيب الاي بتاعت الخرسانه احنا عارفينها تمام، معادله موجوده في الكود وكل كود بيختلف بس عشان الناس اللي بتتابع باكواد تانيه. والاي بي اف تي، بي اف تي تكعيب على ال 12 تمام كده. طيب والتي دايما هي الطويل، ها يعني الطول زي ما كان حد هنا كاتب، الطول هو التكعيب تمام كده. طيب نعوض في كل الكلام ده والهري الطويل العريض ده، فيجي جايبين ايه يا جماعه؟ نيجي جايبين الف. كويس كده، كويس كده يا جماعه. لما تجيب الفا بقى، لما تجيب الفا تيجي تقارنها هنا بالارقام دي. كويس كده. طيب لو طلعت الفا باقل من 0.6 يبقى العمدان في اتجاه اكس طلعت بريزد. طب ولو طلعت اكبر من او تساوي 0.6 يبقى العمدان ان بريزد تمام. لو كانت عدد الادوار اقل من 4، لو طلعت الالفا اقل من المعادله دي يبقى العمدان بريست. لو طلعت الالفا اكبر من او تساوي المعادله دي يبقى الايه؟ العمدان ان بريست. في مشكله يا جماعه في بريست وان بريست؟ هو تطبيقها بياخد وقت، المساله بتاخد شويه وقت بس سهله في الاخير يعني. مجرد تعويض في ارقام يعني، كلام بسيط يعني. بتختلف حسب ايه؟ الالفا بتختلف على حسب ايه؟ ما هي كل دي معاملات بتخلي الالفا تختلف. الارتفاعات الاتش بي والان اللي هو وزن المبنى، كل دي حاجات بتخلي يمكن مثلا بصوا يا جماعه سمشن اف اي ده موضوع مش بسيط. يعني ايه سمشن اف اي؟ السمشن كل شير وول انت هتجيب لها اف اي. يعني انت المفروض يبقى عندك هنا، عندنا كام شير وول؟ عندنا مثلا 3 شير وول، عندنا 3 شير وول. كويس كده. يبقى سميشن اف اي لدي زائد سميشن اف اي لدي زائد سميشن اف اي لدي تمام. تمام يا جماعه. فدي الحاجات دي المعاملات اللي بتخلي الالفا تختلف، عشان كده بتختلف من مبنى لمبنى. حد عنده مشكله في حاجه لحد دلوقتي؟ اكيد محدش عنده مشكله، اكيد واثقين. طيب يلا اتفضلوا. هتعرفوا تحلوا ولا حل انا؟ يا سلام عليك، دي السهله اللي في الموضوع، ادخل على الصعب بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
دلوقتي بقى يا جماعه عندنا اف سي يو، الاف سي يو 25 نيوتن على المليمتر مربع، تمام؟ طيب انا بس ايه حابب نقرا الاول المساله عشان نعرف هي فيها ايه، تمام؟ طيب المبنى 20 في 20 وعندنا حطين في اتجاه اكس 5.3. مهندسه داليا، شفتي بقى انت كده وقعتي منها في حته في حته مهمه. هنتكلم وانا بحل المساله. الارتفاع الجراوند فلور 5 متر وارتفاع التريكال فلور 3 متر، و نمبر اوف دورز انكلودنج الجراوند فلور 9، يعني هم كل ال ان كلها ب 9، كويس كده؟ طيب الموضوع اللي احنا عايزينه ايه؟ اعرف لنا هو المقيده في اتجاه اكس ولا الواي ولا ايه الموضوع؟ طيب ماشي. دلوقتي هنرجع نتكلم تاني على مقايد وغير مقايد. هنتكلم ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا الشير وولز في اتجاه اكس، كويس كده؟ يبقى احنا اتجاه اكس دي يمكن تكون مقيده ويمكن تكون غير مقيده، لكن ما عندناش ولا شير وول في اتجاه واي، ده معناه انها يبقى غير مقيده، يبقى العمدان غير مقيده. يبقى ما دام انت ما عندكش شير وول في الاتجاه ده، في الاتجاه الواي، يبقى واي غير مقيده، خلاص ده باي ديفولت، خلاص خلصنا الكلام في واي. يبقى احنا دلوقتي كل الشغل بتاعنا ان احنا هنتكلم عن مين؟ عن اكس. طيب هنحسب الفا، تمام كده؟ الفا بتساوي ايه يا جماعه؟ اتش بي في جذر ان على سميشن اي اي. انا حفظتها يا جماعه، ها جذر بتساوي ايه؟ اتش بي في جذر ان على سميشن اي اي، تمام؟ طيب خلينا نشوف في اتجاه اكس. طيب اتش بي في جذر ان على سميشن اي اي، طيب الاتش بي الاول ايه؟ قال لك انت عندك ارتفاع الدور الارضي 5 والتيبيكال 3، يبقى هم كل الادوار كلهم 9، صح كده؟ يبقى ايه؟ 5 زائد 9 ناقص 1 في 3 يديك 29 متر. حد عنده مشكله في كده؟ يبقى احنا كده جبنا الاتش بي، تمام؟ تمام. ما عايزين نجيب الان. الان بتساوي ايه يا جماعه؟ قلنا الان بتساوي ايه؟ الان هتساوي الدبليو اللي هو متر طن على المتر المربع لكل دور، تمام؟ اللي هي تقريبا بتساوي 12، تمام. طيب في ايه؟ في المساحه، في الاريا، في عدد الادوار. طيب المساحه 20 في 20، عدد الادوار 9، يبقى 12 في 400 في 9 يطلع لك الرقم ده كيلو نيوتن، تمام كده؟ تمام. طيب فاضل عندنا ايه؟ ان احنا نجيب الاي اي. الاي ب 4400 جذر اف سي يو يديك نيوتن على المتر المربع، تمام؟ تمام. طيب والاي بتساوي ايه؟ 22000 10 اس 3، دي برضو بالكيلو نيوتن على المليمتر مربع، على المتر مربع. والاي بي في تي تكعيب على 12، بي في تي تكعيب على 12، يعني بوينت 3 في 5 تكعيب على 12، تمام؟ يبقى الاي بتساوي الرقم ده بال اس 4، ها محدش ينسى الحاجه دي. طيب نرجع بقى نعوض في المعادله الكبيره دي. يبقى الالفا بتساوي اتش بي اللي احنا جبناها ب 29 على جذر الان اللي احنا طلعت مش عارف عندنا بكام نيوتن، طلعت ب 43200 كيلو نيوتن، كويس كده؟ على جذر بدل ما يكتب سميشن زي سميشن، لان هما الاثنين تيبيكال 5.3 فكتب 2 اللي هو سميشن، 2 في الاي 22000 10 اس 3 في 3.125، يطلع لك الرقم ده بكام؟ 0.514. لما تطلع الرقم ده بالالفا ترجع تقارنها بمين؟ لو كان عدد الادوار اكبر من 4، تشوف الشروط بتاعتك اكبر من 6، 0.6 واقل من 0.6، يبقى الرقم اقل من 0.6، يبقى العمدان دي ايه؟ بريسد. يبقى العمدان بريسد ات اكس دايركشن، مفهوم يا جماعه؟ باشمهندسين
ده احمد عصمت بتاعنا بتاع الدارين، مظبوط كده صحيح يا باشمهندس؟ منور يا ريس. المفروض نكون وصلنا بقى للديب بيمز بقى، مش كده؟ تمام يا جماعة كده، حد عنده في بيست وان بيست؟ حد عنده مشكلة في بريزد ولا ام بريزد؟ حد كمان؟ حد كمان؟ حد كمان؟ حد كمان؟ تمام. طيب احنا كده حلينا مشكلة من المشكلتين، احنا قلنا ان احنا عندنا مشكلة البريز والام بريز ومشكلة شورت ولونج، تمام كده؟ طيب كان لازم يا جماعة نحل الاول مشكلة البريز والام بريز، علشان دي بيبقى ليها دلالة وانت بتحل علشان تعرف العمود شورت ولا لونج، تمام كده؟ فعشان كده كان لازم نبدأ الاول ببريس وان بريس. طيب في يا جماعة معامل اسمه لامدا بي، لامدا بي ده هو ده اللي هيسيطر علينا، اللي هيحدد هو احنا هنتكلم اهو، هنشوف هيحصل ايه. تمام، اللامدا بي ده، بصوا يا جماعه اللامدا بي ده المعامل اللي احنا على اساس اذا كان عمود شورت ولا لونج. طيب عندنا حالتين، عندنا حالتين احنا عايزين نعرف ليه العمود اذا كان شورت ولا لونج. اذا كان عايزين احنا الخلاصه اللي احنا عايزين نوصل لها، اذا كان هو عليه بيندنج مومنت ولا مش عليه. طب عشان نفهم هو عليه بيندنج مومنت ولا مش عليه، فاحنا عايزين نعرف هو هيحصل له انحناء في الاتجاه الطويل بتاعه ولا في الاتجاه القصير، ولا هيحصل له في الاتجاه، صح كده يا جماعه؟ تمام. وبناء عليه فاحنا عايزين نعرف معامل الانحناء اللي هو اللامدا بي ده للعمود في الاتجاهين، كويس؟ طيب وبناء على ان احنا حلينا وعرفنا هو العمود بقى ام بريست ولا بريست، فبيقول لك بقى ايه، لو طلع العمود معاك ام بريست، تمام، هنجيب اللامدا وهنعرف ازاي نجيب اللامدا. لو كانت اللامدا اقل من 10 تساوي 10 يبقى العمود ده شورت، مش محتاج انك تصممه على ان هو فيه اديشنال مومنت. طب لو طلع ما بين 10 و23، لو طلع ما بين 10 و23 يبقى العمود ده لونج كله، يبقى العمود ده عليه اديشنال مومنت، كويس كده؟ اديشنال مومنت حوالين ايه؟ حوالين الداله اللي انت هتجيب منها اللامدا بي. انت هنعرف دلوقتي اللامدا بي هنجيبها منين، وبناء انت هتعرف هو المومنت هيكون حوالين انهي اتجاه، كويس؟ طيب لو طلعت بقى لامدا طلعت معاك اكبر من 23، نعمل ايه بقى ساعتها؟ ساعتها يا جماعه ده معناه ان انت عندك باكلينج وعندك مومنت يخلي العمود بتاعك انسيف، كويس كده؟ تكبر القطاع، تكبر انهو ضلع اللي تكبره؟ اللي في اتجاهه المومنت اللي انت هتبقى شغال عليه ساعتها، البي او التي هتشوفه وانت ساعتها شغال على انه واحد، وبناء عليه تكبر الضلع ده، تمام؟ تمام. طيب ولو كان بريست كولوم هتلاقي المعاملات بس اختلف، كويس؟ طيب شوفوا يا جماعه ايه بقى، ايه اللي انتوا تلاحظوه ما بين بريست، شوفوا كده الارقام ان بريست وبريست، اقل من 10 اقل من 15، ما بين 30 و15، ما بين 23 و10، ايه الفرق ما بين بريست وان بريست؟ في المقيد السماحيات بتاعتك اكبر، ده معناه ان العمود المقيد بيقدر يستحمل معاك او يقدر يكون سيف معاك في الاحمال، في حمل الاديشنال مومنت اكتر. يعني كل ما كانت العمدان مقيده كل ما ده كان افضل لك في التشيك بتاع الباكل الشورت واللونج،
تمام؟ وكمان يعني تخيلوا هنا يا جماعه، اول ما العمود، اول ما اللمضه تطلع اكبر من 23 محتاج اغير القطاع واكبر خرسانه، لكن هنا معايا 30، متخيلين الفرق؟ يعني هي لو طلعت 24 محتاج اكبر قطاع الخرسانه، وان انا اكبر قطاع الخرسانه ده معناه تكاليف زياده وفلوس زياده، لكن هنا معايا لحد 30. فده معناه انك لو انت عندك سيستم، بصوا بقى هنا يا جماعه فين اللعبكه اللي هنا. في مهندسين كتير يعمل سيستم، مين سيستم للزلازل للسيزمك، تمام كده، ومعرفش ليه قرر ان هو ما يستخدموش، ويجي محال العملات كلها على انها ام بيس، تمام. هو كده الصراحه هدر فلوس وزود قطاعات وقفل على المعماري من غير اي داعي، لان هو لو استخدم، لو عمل الاول التشيك بتاع بريس وام بريس، ولقي ان هو العمدان كلها هتكون بريس، لا اي سيستم زلازل بيخلي العمدان بريس، كويس كده، يعني حطين ثلاثه في الاتجاه ده وحطين ثلاثه في الاتجاه الثاني، خلاص هيخلي وكور، هيخلي العمدان كلها بريس، يبقى انت هتوفر كتير في القطاعات، وهتخلي وهتبقى في حساباتك مطمن للمومنت اللي طالع عندك، وموضوع مختلف، تمام. فخلي بالكم من الحاجات دي. الناس معايا ولا نامت ولا ايه؟ كويس. مهندس اسلام ازيك؟ فينك يا عم من اول محاضرة؟ كنت بصوت. ماشي، خد راحتك يا معلم. طيب ماشي يا جماعه، نفس الفكره بالظبط، ان احنا قلنا ايه، لحد اقل من او يساوي 15، ما بين 15 و30، ولو اكبر من 30 هنغير ايه، هنغير القطاع، تمام. طيب بصوا بقى يا جماعه، الحته اللي جايه دي من الحتت الجميل اللذيذه موت في الخرسانه، انا شخصيا بحبها، كويس، اللي هي انك ازاي تحسب اللمضه، ويعني ايه كي، تمام. وعايزين نقعد ندردش في الموضوع لحد ما كل الناس يوصل لها الفكره بوضوح. انا طبعا عارف ان في ناس عندها الفكره ومتخرجين وشغالين، تمام، بس الناس اللي لسه بتدرس حبذا لو يحسوا بالحته دي كويس، عشان هتفرق معاك تنسك بالحاجات بعد كده، تمام. طيب اللمضة بقى ايه علشان نحسبها ونحدد هو العمود شورت ولا لونج؟ قال لك بتساوي كي في اتش نوت على بي فور تي، يعني يا بي يا تي، مش الاثنين، ها. طيب البي ولا التي على حسب الاتجاه اللي انت بتشيك عليه، ماشي معايا؟ انا بحفزكم واقول لكم حته لطيفه وبتاع ومحدش بيرد عليا، معلش يا جماعه، كل مره هقول لكم الموضوع ده، لاحظوا ان انا مش شايفكم، كل اللي بيوصلوا منكم ان هو بس ايه، واحد، تمام. ف طيب اول حاجه نخلص كام الحاجات البسيطه، اتش نود. اتش نود دي يا جماعه اللي هي ايه، انت لما يبقى عندك عمود الدور الاولاني وعمود الدور الثاني وعمود الدور الثالث، خد اتش نود هي اكبر واحده فيهم، تمام. ليه تاخد اكبر واحده فيهم؟ علشان انت خليك في السيف سايد، يعني انت احنا بنشيك على عمود لونج ولا شورت، وبالتالي وبالتالي تاخد الحاله الاسوء اللي هي ان العمود يكون اصلا طويل، فتاخد اطول واحد، تمام. يبقى نفس العمود اللي هو مثلا العمود اللي طالع في نفس المكان ده من الدور الاول لحد الدور العاشر، انت هتشوف هتلاقي ان مثلا العمود بتاع الميزانين اطول واحد، او مثلا العمود بتاع الدور الارضي الجراوند هو اطول واحد، وبالتالي بتيجي ايه، تيجي واخد اطول واحد، تمام. طيب المعلومه كمان بتقول ان العمود بتاخد طوله ازاي، من بطن البطن، يعني من بطن الكمرة لبطن الاساسات، من جوه جوه، شايفين الحدود عامله ازاي، مش سنتر لاين سنتر لاين، مش شغال، لا مش سنتر سنتر، من جوه جوه،
تمام؟ طيب جميل. الكي بقى يا جماعة، ايه بقى الكي دي؟ يقول لك بقى الكي دي، الكي دي هي من الايه؟ من الوش للوش، من الوش للوش، ماشي ماشي. طيب تاني حاجة عندنا البي او التي، طبعا احنا عارفينهم تمام، يا البي يا التي احنا عارفين كويس. طيب يبقى اللي احنا عندنا دلوقتي ايه بقى يا جماعة؟ الكي. حاضر هنزله. شوفوا بقى يا جماعة ايه بقى موضوع الكده. اول حاجة هو مقسم التيبل ده، التيبل ده تقريبا ثابت في اي كود، لان ده استراكشر يعني مش خرسانة قوي. طيب شوفوا يا جماعة الجدول ده متقسم حاجتين، بريست كولوم وان بريست كولوم كويس. فانت على حسب ما حددت العمود بتاعك في الاول هو بريز ولا ان بريز، فانت هتخبي واحد من الاثنين دول. خلينا نفترض ان هو ايه، بريز كويس. طيب لور اند كونديشن، يعني ايه لور اند كونديشن؟ يعني هو بص يا جماعه الكي دي بتعبر عن ايه الاول، انا بس نسيت اقوله. الكي دي بتعبر عن حاله ارتباط العمود بالعناصر الانشائيه اللي حواليه. ايه بقى تفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ تفرق معاك مثلا ان لو كان العمود من فوق عليه فلات سلاب، تمام؟ لو كان العمود من فوق عليه فلات سلاب، مظبوط. حاله تثبيت العمود، لو كان العمود من فوق عليه فلات سلاب، الفلات سلاب رقتها 20 سم او مثلا 18 سم، تفرق تماما لما يكون العمود من فوق عليه كمره سقوطها 60 سم. انت تخيل كده، تخيل ان انت ماسك القلم الرصاص حاطه كده بين صوابعك ومعلقه، او انت قابض عليه بايدك كلها، تفرق كتير تمام. متخيلين الفكره دي ولا لا؟ يعني انت قلم رصاص يا دوب بس حاطه كده بين صوابعك، زي ما بيحطوا زي ما بتتمسك السيجاره كده تمام، او انك ماسك عليه بايدك قابض عليه. الكاميرا الساقطة بتبقى عاملة كده على العمود، خصوصا لما يكون اتجاه الطويل بتاع العمود في اتجاه الكاميرا، تبقى الكاميرا حاكمة على العمود، ساقطة ماسكة عليه تمام. غير خالص لما يبقى العمود مرتبط بفلات سلاب من فوق، حاجة رايقة جدا، ضعيفة تمام. مفهومة الفكرة يا جماعة. هندخل دلوقتي في تفاصيل الفكرة دي، هنتكلم يعني فيها شوية، بس ده 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 المفهوم يعني. فمن فوق كده يا جماعة بيقول لك ايه، اللور اند كونديشن وده الابر اند كونديشن، يعني ده حاله الارتباط من تحت لور، وده حاله الارتباط من فوق. واما اقسم حالات الارتباط لثلاث حاجات، الرابعه دي بس للامبريست كويس كده. طيب واما اقسم حالات الارتباط لثلاث حالات، 1 2 3 وكيس 2 3 كويس كده. فانت بتيجي محدد حاله الارتباط العمود من تحت، وافترضنا مثلا انها كيس 2، هقول لكم دلوقتي كل كيس من دول يعني ايه. كيس 2 وفرضنا انها للعمود من فوق كيس 3، تدخل على كيس 2 مقابل كيس 3، يبقى انت عندك الكي ب.95، تروح تعوض فيها، تطلع اللمضه، تقارن اللمضه بالمعاملات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، تعرف هو العمود شورت ولا لونج، ولا هتحتاج تغير القطاع تمام. اختبار القص الثاقب، انا معرفش الاختبار ده، بس انتوا عارفين يعني ايه اختبار القص الثاقب؟ تحس ان هو اسمه حرب. لا مش عارفه. بانشن، القص الثاقب، تخيلوا صح، ده ترجمته بالعربي قص الاختراق. اها طيب ماشي، والله انا ما اعرف ان هي ترجمته بالعربي.
بستفيد يا جماعة. تمام. لا طبعا السقف هو اللي ليه اختبار، يعني الفلات سلاب هي اللي انت هتشيك عليها اختبار بنشن، والاساسات طبعا لازم تشيك عليها، بس احنا دلوقتي في العمدان مش بصدد الفكره دي، يعني انا بس بحكي لكم طريقه الربط. خلينا ندخل دلوقتي بقى في طريقه الربط. بصوا بقى يا جماعه، هنحكي بقى دلوقتي ايه عن الحاله واحد، مش هو عندنا هنا كيس 1 كيس 2 3 كيس 1 2 3. طبعا ممكن جدا العمود يكون متفكسد من فوق ومن تحت، يكون من تحت في اساسات. خلينا ندخل في الموضوع. كيس واحد دي قال لك يعني ايه؟ كيس واحد دي فيكسد جوينت. يعني ايه فيكسد جوينت يا جماعه؟ يعني نقطه فيكسد. عارفين في الاستراكشر لما كنا بنرسم فيكسد فيطلع عليها مومنت، ايه الفرق ما بين الفيكسد والهنجد؟ طب انا هسأل سؤال كده فلسفة، ها فلسفة، خلونا بس نتسهر شوية في الموضوع. هو ليه الفيكسد بتجيب مومنت؟ يعني ليه الكونكشن الفيكس بتجيب مومنت؟ لأنها بتقاوم الحركة، صح. ايه كمان؟ لان لازم رد فعل يقاوم، ان مش لازم يحصل عزم. مش فاهمك قوي بس ماشي. لانه ثابت وممنوع من الحركه. مظبوط، عجباني ردودكم على فكره، لان مفيش عندها حركه، لان مش مسموح بالدوران. مثبت كليا. اه مثبت كليا، دي برضو كلمة مظبوطة. لا لا، ملوش علاقة بالتلات أبعاد، أو ممكن تعتبرها بنفس فكرة مثبت كليا. اه ماشي. تمام يا جماعة، والله أنا شايف إن عندكم خلفيات كويسة، عندكم إحساس بالموضوع يعني، ما شاء الله. ايه الفرق لما تعمل في الموقع فيكسد اور هينجد؟ لا الفرق كبير. الفرق كبير، وعلى فكرة لو اتكلمنا في النقطة دي هتفهموا أكتر فيها شوية حاجات. لا مش التسليح بس الفرق، قطاع الخرسانة فرق. لا طب أنا بس عشان أنقل لكم نقطة مهمة. عشان أنقل لكم نقطة مهمة. هي ليه الهنج؟ ليه الهنج ما بتنقلش مومنت؟ ليه الهنج ما بتنقلش مومنت؟ لأن يا جماعة المومنت علشان يتنقل بيحتاج حاجة مسافة اسمها الذراع عزم الازدواج أو ذراع الازدواج. ركزوا معايا ثواني بس. عشان يحصل مومنت لازم يبقى فيه مسافه مينيمم مسافه، اللي هي ذراع عزم الازدواج. ايه ذراع عزم الازدواج ده؟ دي المسافه الكافيه لتحويل الانحناء لقوه شد وضغط. علشان كده اي كونكشن مساحتها كبيره، اي كونكشن مساحه الكونكشن كبيره، زي مثلا ما بين عمود واساسات، زي ما بين عمود وكاميرا اكبر منه، فمساحه الاتصال كبيره، وبالتالي بيكون في مسافة ان القوة تتحول لشد وضغط وبالتالي يتكون مومنت. تمام. الهنج بقى ايه اللي بيحصل؟ فكرة الهنج اصلا اخترعوها من ان هم يخلوا ذراع عزم الازدواج بصفر وبالتالي ما يتكونش مومنت. فعشان كده تلاقي الفريم الهنج معمول جاية الرجل بتاعته عمالة تصغر لحد قرب الأساسات، وعند الأساسات يتحط بليت وسيخ حديد واحد ينزل يربط القاعدة بالأساس. هوريلكم هنا في صورة ليها.
الناس دي ولا لا؟ اهي شوف دي الهنج. الهنج عمل ايه؟ الفلسفة فين؟ الفكرة ان هو فضل يصغر مساحة ذراع العزل، فضل يقلله يقلله وبيجبر القوة انها تتحرك علشان يحولها، عمال يضيق، عارفين زي ما يكون عمال يضيق على القوة، يضيق على القوة لحد ما حولها من قوتين ضغط وشد لقوة واحدة ضغط وقوة تانية عمودية عليها اللي هي بتبقى في اتجاه الشيب، ويربط بيها بالطريقة دي. فاهمين يا جماعة؟ طيب ما بين هذه وتلك، ما بين الفيكسد والهنج، هنرجع تاني نتكلم في النص، في حاجة اسمها بارشالي فيكس، بارشالي فيكسد جوينت، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي لو طالت لده ولا ده، كويس كده؟ طب ليه عارفين يا جماعه ايه وحشه انك تعمل كل حاجه فيكسد؟ ان سبحان الله البشر مهما اوتوا من علم مش هيبقوا قد قوه الطبيعه. يعني انت لو انت متخيل، لو انت متخيل انك هتعمل حيطان الشير وول علشان تقاوم الزلازل فتعملها فيكسد في الارض وتعمل قطاعاتها كبيره علشان خاطر الفيكسيشن بتاعها في اللبشه يكون اكبر وتشيل مومنت اكبر، وتتخيل ان انت كده هتقاوم الزلازل، تبقى لسه ما فهمتش ان البشر لسه مش قد قوة الطبيعة. في الاخير ما تتحداش قوة انت مستحيل تبقى قدها، علشان كده ضروري في معادلات الزلازل يكون في حاجة اسمها دامبرنج. ايه الدامبرنج دي؟ معاملات الامتصاص. ايه معاملات الامتصاص؟ الحاجات اللي بتاخد وتدي. ما هو انت لو انت عنت، لو انت قررت انك تكون عنيد وهعمل الحاجه دي تقاوم هتتكسر، تمام؟ فانت لازم يكون عندك حاجات بتاخد وتدي علشان خاطر المبنى يروح ويجي يروح ويجي، وبالتالي القوه تضمحل. لكن لو انت قررت ان كل حاجه تبقى فيكسد، كل حاجه تشيل المومنت اللي هيجي عليها، كل حاجه تتحمل اي قوة انت تتخيلها هتتكسر، وبناء عليه بتكون الحل بتاع الهنج وان انت تعمل سيستم، وان انت تعمل سيستم فليكسيبل، هو ده الحلول الافضل. وبعدين على فكرة خليني اقول لك ان انت عشان تعمل كل حاجة فيكسد ده معناه تكاليف ضخمة جدا. ازاي؟ انت دلوقتي لو تخيلت ان انت عندك صاله كبيره، صاله رياضيه مثلا، تمام، وهتعملها سبيس فريم، وهتعملها سبيس فريم، لا رولر مش فاكر قوي بس ممكن افتكر دلوقتي. وهتعملها سبيس فريم، صاله رياضيه هتعملها سبيس فريم، فانت ممكن جدا تعمل الفريمات فيكس صح كده. بس في الغالب وكل الناس بتقرر تعملها في الكباري، مظبوط صح، في رولر في الكباري. فكل الناس في الغالب بتقرر انها تعملها هنجد، وتعتمد على ان انت عندك سيستم ضخم، سبيس فريم، فريم جنب فريم، فريم جنب فريم، فريم جنب فريم، وكلهم يتعملوا هنجد. يبقى انت عندك الاساس حاجه صغيره جدا بتتحمل نورمال، بس بدل ما كنت هتعمل قاعده فيكس بتتحمل نورمال ومومنت، تمام، وفي نفس الوقت السيستم لان هو جنب بعضيه فريمات كتيره فهيتحمل اللاترال لودز، وهتعمل بريسنج في اول فريمين وبريسنج في اخر فريمين يجي شايل اللاترال لود. يبقى انت كده عملت سيستم ناجح وسيف ورخيص، بدل ما كنت هتروح تعمل سيستم القاعده الواحده فيه تطلع لها مثلا 10 في 10 وفيها حديد قد كده عشان تقاوم المومنت، وانت اصلا مش في حاجه لكل الكلام ده. فهمت؟ حسيت بالفرق ما بين هينج وفيكسد؟ لا، تثبيت الاعلانات اللي في الشوارع دي فيكسد.
لا انا متاكد. ما الفري من فوق فيكسد من تحت، وانت هتفكسد، انت هتفكسد من فوق في السماء يعني، انت هتفكسد من تحت في الارض. لا البلاطات مع الكاميرات يعني زي البلاطه مع الكاميرا. لا البلاطه مع الكاميرا هينج. بلاطه مع الكاميرا هينج دي بس عشان احنا نحل، لكن هي كونكشن اسمها بارشلي هينج. اوكي بارشلي فيكس. طيب نرجع بقى يا جماعه الحاله واحد واثنين وثلاثه، احنا كده تقريبا شرحناهم كلهم واتكلمنا فيهم كلهم، بس بقى ايه هنوصفهم كده بالظبط. تمام ناس معايا، نبطل فلسفه كفايه كده، انا كده اتفلسفت كتير. تمام طيب الفيكسد جوين ايه بقى؟ الفيكسد جوين، الفيكسد جوين زي ما شبهت لكم كده من شويه، ان انت ايدك تمسك القلم كله تقبض عليه كده بالخمس صوابع. تمام تمسك عليه كده بالخمس صوابع، ده معناه فيكسد. يبقى فيكسد يعني ايه؟ شوفوا يا جماعه هو برضو شبهها بتشبيه شبهه، يقول لك ايه؟ ان تي سي شايفين عرض العمود بالنسبه للتي بي اللي ساقط عليه اللي هي سقوط الكاميرا، شوفوا قد ايه التي بي اكبر من التي سي، والعمق بتاع الاساسات اكبر من عمق، اكبر من عرض سوري من عرض العمود. يبقى ده كده فيكسد. يبقى لما تكون الحاجه اللي ماسكه العمود اكبر من العرض اللي احنا بنتكلم عليه يبقى ايه؟ يبقى ممسوك. يبقى كده ده فيكس، ممسوك بقوه اكبر منه. كويس كده؟ طيب بارشلي فيكسد بقى ايه؟ زي ما كنا بنتكلم من شويه، بارشلي فيكسد يعني تلاقي ان التي بي اللي هي زي مثلا ما نقول فلات سلاب وعمود، الفلات سلاب مثلا بتبقى 20 والعمود بيبقى 25، فتلاقي التي بي اقل من التي سي. تمام؟ هو حتى هنا كاتب البتاع ده، المثال ده. كويس كده؟ ده البارشلي فيكس. كويس؟ دي بتبقى كيس اتنين. كويس؟ كيس تلاته بقى اللي احنا قلنا عليها ايه؟ هينج جوينت. اللي هي يعني ايه بقى يا جماعه؟ هينج جوينت اللي هي زي ما شرحنا كده، ان هي بتحول كل القوه ما بقاش فيه مومنت خالص، وبيبقى هينج يعني بتقاوم نورمال اكس اكس وواي اكس وزد بس، او واي وزد. تمام؟ مفيش مومنت. طيب كيس اربعه اللي هي في الجدول للامبريس، ان انت يكون عندك زي ما كنا بنتكلم شويه على لوح الاعلانات، انها فيكسد من تحت فري من فوق. تمام؟ لا تكون فري. دي كيس اربعه. تمام يا جماعه؟ تمام يا شباب؟ باشمهندسين؟ طيب كل الناس معايا؟ طيب احنا كده يا جماعه انتوا كده تقريبا لو انتوا فهمتوا كل اللي احنا سهرينا فيه ده قبل كده، والناس حضرت المحاضره بتاعت المره اللي فاتت، يبقى احنا كده تقريبا غطينا. مفيش مشكله نرجع تاني للجدول لما عملنا. يبقى احنا كده تقريبا غطينا 85% من المشاكل، 15% الباقيه دي تخص الانترسكشن، ودي هنشرحها ان شاء الله مع الفريمز في الصالات. تمام؟ طيب ادي كيس واحد، كيس اتنين، كيس تلاته. تمام؟ تمام يا جماعه؟ وبرده كيس واحد، كيس اتنين، كيس تلاته. ماشي 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 هنحل عليها. حاضر ثواني. هنحل عليها.
احنا دلوقتي يا جماعه هنتكلم على شويه اشتراطات في التصميم بتاعت العمدان، تمام؟ وهنتكلم شويه عن حديد التسليح بتاعه برضو، شويه اشتراطات. وبعد كده هنتكلم عن ايه يا جماعه؟ كل ده في اشتراطات حديد التسليح، طريقه التسليح. بس عايز اشوف لكم في أمثلة ولا لا. في بعد كده أمثلة اهي، ماشي. طيب اوه بس احنا يا جماعة اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نكمل الاشتراطات بتاعة التصميم، تمام؟ و يعني ايه الكنات الداخلية؟ وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنحل مسائل على العمدان، هنحل مسألتين عمدان ومسألتين كاميرات، أوكي؟ قبل ما ندخل في البلاطات عشان تبقى كده الموضوع وصل بالنسبة لكم تماما، تمام؟ لا يا جماعة ده وجبة، مفيش حاجة. طيب يا جماعة، لو احنا دلوقتي، انا مش عارف يا جماعة ازاي الناس بتوصل هنا صدفة. انا بفترض ان كل واحد في جامعته بيقول للناس كلها ان يا جماعة في مكان ممكن تاخد فيه كورس من غير فلوس، في مكان ممكن تتعلم فيه برامج وانت قاعد في بيتكم. مش متخيل ازاي الناس بتوصل بالصدفة. يعني انا مفترض ان المفروض الحاجه زي الدارين دي تنتشر انتشار مش طبيعي في الجامعات. مش عارف ازاي لحد النهارده بقالها سنتين شغال. لا ما هو ان كل الشباب دول من مصر، كل الناس دي من مصر ومش عارفين. انا فعلا مستغرب. ولا هي الناس ما بقتش بتتكلم في الحاجات الإيجابية على قد ما بتتكلم في أي كلام وخلاص، مش عارف. مش عارف حقيقة. أنا بقيت بلاحظ اليومين دول إن الأفكار اللي ليها معنى بتهمش، والافكار الهبله واللي هي ما تسواش اي حاجه بتاخد بروباجندا وبتبقى عملاقه. اعتقد ان انا ملاحظتي في محلها يعني، بس مفترض ان حاجه فور فري. انا شايف ان الدارين بتعلم بكواليتي عاليه. مهتمين بكل التفاصيل، مهتمين. فمش عارف ازاي ما بتقولش لبعضها يعني، ولا الناس بتحرج ان الموضوع فور فري، ولا مش عارف. الناس لسه تخيل ممكن الناس لسه زاهدين في العلم. شكرا يا جماعة. يا جماعة مهندس أحمد عصمت من الناس القائمين على الدارين من زمان، ما شاء الله عليه يعني، ربنا يكرمه ويديله الصحة. بيبقى مزنوق وعنده امتحانات ومشاريع وبتاع قد كده، وفي الأخير بيدي للدارين حقها برضه. فساعدوا الراجل يا جماعة، خلاص قررت أشحت عليه، يعني ساعدونا لو سمحتوا. محدش برضه يعني، برضه الواحد هنشحت وبرضه محدش هيساعد. تساعده ازاي؟ في اكتر من طريقة تساعده بيها من غير اي فلوس. لا انتوا عايزين تاخدوا كام؟ لا 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 لا، مش كده. هي الدنيا تبادل مصالح بقى، لحد هنا ونقول تبادل منفعة. تيجوا تتعلموا وتساعدونا.
الموضوع ببساطة يا جماعة إن إحنا أنا مش عارف، بس أنا كده باخد من وقت المحاضرة، بس معلش هنتكلم في الموضوع. الناس لو حابة تساعد جوه الفريق نفسه في الدعم الفني أو التسجيل أو التسويق، فده ممكن ينضموا للمتطوعين للدارين ويساعدوا. تمام؟ الناس اللي تقدر تساعد في انتشار الدارين ما بين الناس، احنا على فكره ملناش اي، يعني انتوا حتى كمان لو تلاحظوا ان انتوا بتدخلوا على الويب سايت بتاعنا، الويب سايت بتاع الدارين والقناه بتاعت الدارين والفصول، ما بتلاقوش اعلان لا يخص سياسه ولا اعلان يخص فودافون ولا اعلان يخص مش عارف مين. الموضوع مجرد تماما تماما من اي مصالح لاي جهه، الموضوع كله خيري from A to Z. تمام؟ ففعلا انت لما تنشر الحاجه دي لاصحابك وزمايلك ودفعتك، فعلا الموضوع خير وفقه، مفيش اي تفصيله تانية تتقال. فانت اللي هيتعب عليك انك بتجيب حد علشان تخليه يدخل في السياسه بطريقه معينه، ولا يتعب عليك انك بتعمل اعلان لشركه مش عارف بتاعت ايه ولا اي حاجه، الموضوع للعلم فقط. ربنا يزيد في ميزان الحسنات الناس اللي فكرت في الفكرة من البداية، والناس اللي قامت عليها لحد ما وصلت للمرحلة دي يا رب. لو استفسروا على طريقة المساعدة دلوقتي، الدعم الفني او مهندس احمد عصمت دلوقتي، ده الاكونت بتاع البروجكت مانجمنت. طيب انتوا هتتعاملوا مع مهندس احمد عصمت، ده البيج بوس بتاعنا على فكره، هو لسه طالب، لسه في رابعه، صح يا باشمهندس احمد، بس مديري على فكره. فما شاء الله حاطين سيستم جبار اللي قدرت الفكرة، ربنا يجزيكم خير. تسلم يا باشمهندس. طبعا. طيب ريفرش خلاص كده، رفرش واتكلمنا في موضوع تاني، نرجع تاني بقى ايه لشوية الاشتراطات بتاعة العمدان، مش هنطول يعني، قدامنا تقريبا تلت ساعة ونبقى خلصنا الموضوع. ماشي يا جماعة؟ معايا؟ انتوا بصوا يا جماعه، عشان الخص عليكم الموضوع ببساطه، انتوا لو كتبتوا على السيرش بتاع الفيسبوك ملتقى الدارين، هطلع لكم البيج بتاعت ملتقى الدارين، تدخلوا عليها تعملوا لايك وبقى ايه، عيشوا مع الدارين، كل حاجه هتعرفوها من هناك. وادخل على جوجل تكتب ملتقى الدارين، يفتح لك الويب سايت، تدخل عليه واعمل واشترك واعمل لنفسك اكونت وادخل في الموضوع ببساطه شديده يعني. تمام؟ ومن هناك بقى اتعامل، عايز تتطوع، عايز تدخل في كورس تاني، عايز تشوف المكتبة في كام ألف ساعة متسجلين هناك، يعني حاجة كده مهول. أي حاجة بيتهيألي، أنا متخيل إن أي حاجة مهندسين يحتاجوها هتلاقوا هناك كمية حاجات غير طبيعية ما شاء الله. تمام. يلا يا جماعة بقى إيه، نرجع تاني لإيه؟ للاشتراطات بتاعت العمدان. تمام؟ طيب بصوا بقى يا جماعه، احنا اتفقنا ان احنا لو عندنا بريست او ام بريست، في حاله كده مش بيحصل فيها، في حاله مش بيحصل فيها اديشنال مومنت، ان يكون اللامدا اقل من 10 للبريست ويكون اقل من 15 للايه؟ سوري، اقل من 10 للام بريست ويكون اقل من 15 للبريست. تمام؟
طيب في الحالة دي بيكون عندك اكسيال لود، يعني شورت كولوم بس مفيش اي تفاصيل، يعني هو شورت كولوم، هتستخدم المعادلة العادية بتاعة التصميم وخلصنا كلام خلاص. تمام. طيب علشان ده يبقى كولوم، علشان يبقى ده عمود، يقول لك ايه بقى؟ شرطين لازم يتحققوا، ان الاتش اكبر من او يتساوي 5 بي اللي هو الضلع الصغير، يعني الاتش تبقى 5 اضعاف الضلع الصغير مينيموم، مينيموم قده او لازم تبقى اكبر، بس مينيموم قده، ولازم التي لا تقل او تساوي 5 بي، يعني دي ما تقلش ما تزيدش سوري ما تزيدش عن 5 اضعاف البي، لانها لو زادت عن 5 اضعاف بي ده هتتحول لحيطه، حيطه خرسانه شيلوه. تمام. تمام يا جماعه، الو تمام. طيب بمجرد ان الظروف دي اختلفت، بمجرد ان الظروف دي اختلفت هيبقى ايه اللي عندك؟ هيبقى عندك شيلول، الاتش اكبر بقى الاتش اصغر، البي اكبر من 5 بي مش مشكله، التي اكبر من 5 بي مش مشكله، هتبقى عندك شيلول. تمام. طيب العمدان، انت ممكن تعمل عمود ان شاء الله حتى على شكل اي حاجه مش مهم يعني. تمام. المهم انك تحافظ ان البي ما تقلش عن 25 سم. تمام. طبعا في الكود الامريكاني في 20 سم. تمام. بس احنا في مصر بنحافظ على 25 سم كويس. طيب ولو دايره حبذا لو ان القطر ما يقلش عن 30 سم. ماشي ماشي يا جماعه. وشرط اساسي ان التي لا تزيد عن 5 بي، ان التي ما تزيدش عن 5 اضعاف البي، الطول ما يزيدش عن 5 اضعاف العرض. ماشي. طيب اقل قطر للتسليح 12 مللي، مينيموم قطر 12 مللي، اكبر قطر لا مش 25، ممكن تستخدم لحد 32 مفيش مشكله يعني في الكباري وكده. تمام. طيب الاسياخ بتتحط على الطرف مش بتتملي في النص، يعني ده الحاله الصح دي الحاله الغلط. تمام. اكبر مسافه بين سيخين متتاليين، اكبر مسافه يعني لو اكتر من 25 ما ينفعش، يعني ما ينفعش يبقى في 25 سنتي اكبر من 25 سنتي مسافه ما بين سيخين. تمام. وما ينفعش تكون اقل من 7 سنتي، يعني المينيمم 7 واكبر حاجه 25. تمام. تمام يا جماعه. طيب الكفر ما يقلش عن 2 سنتي ونص. طيب معنى ان انت عندك 2 سنتي ونص و25، يبقى اكبر عمود به اربع اسياخ لازم يكون 30 في 30. ليه؟ لان انت عندك 2 ونص من على الجنب و2 ونص من على الجنب، ويتفضل لك 25 ما بين الايه؟ ما بين السيخ والسير. تمام كده؟ يبقى انت يا دوب كده محقق الشروط. تمام. يبقى ما ينفعش تحط في عمود اربع اسياخ ويكون مساحته اكبر من 30 في 30، ما ينفعش 45 في 45 تحط فيه اربع اسياخ، ما ينفعش، هيحصل فيه شرينكج. تمام. طيب بيقول لك ايه؟ ينفع ان احنا نستخدم اقطار مختلفه في العمود، اقطار حديد مختلفه في العمود بشرط انها تكون متتاليه، يعني مثلا ما ينفعش تستخدم 12 و18، لكن ينفع تستخدم 16 و18. ما ينفعش تستخدم 18 مع 22، لكن ينفع تستخدم 25 مع 22. تمام يا جماعه، لازم يكونوا متتاليين. ضروري كمان يكون العمود فيه سيمتريك، يعني يمينه زي شماله وفوق زي تحت، يعني كل حاجه دبل. تمام. طيب اقل عدد اسياخ في العمود الدائري 6 اسياخ. الحاجات دي هتحفظوها وتركز في دماغكم اكتر مع الشغل.
ماشي. طيب الكنايات بيقول لك ايه بقى؟ لا ده بيقول مينيموم اقل عدد اسياخ 6. يعني طبعا انت عندك اصلا مينيموم اريا ستيل، اريا ستيل بتحتم عليك المساحه، اقل مساحه للحديد 3 جيب مينيموم اريا ستيل. لو طلعت اقل من 6 مثلا، لو 4 تسيخ 16، لو طلع الحديد المطلوب للحديد ده 4 تسيخ 16 هو عمود دائري، ما ينفعش لازم تحطي 6. فهتحطي 6 12 يحط 6 16 وخلاص بقى. تمام. طيب ايه يا جماعه السباير الكنات ايه لازمتها؟ بتمنع الانبعاج للسيخ الطويله، تحافظ على شكل العمود. تمام. بتشيل جزء من من الحمل الراسي في الاعمده الحلزونيه اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، بتشيل 14% زياده. لو الناس فاكره اللي كانت حاضره معايا المره اللي فاتت 14، لو انت عملت كان سبايرال بتقدر تشيل 14% زياده من الحمل الراسي اللي جاي على العمود. تمام. بتشيل جزء الشد الافقي الناتج عن الضغط الراسي. فاهمين القصه دي ولا لا؟ يعني العمود لما بيجي يشيل حمل كبير فبيبقى عايز يترشق، فاهمين بتاع الترشق ده، فالكنات بتضم عليه فبتشيل جزء من الاحمال الافقيه. تمام. وطبعا ايه بتشيل احمال الشيل، كويس كده، اللي جاي على العمود. طيب بيقول لك ماكسيمم مسافه ما بين كنه وكنه قد ايه؟ 30 سم. تمام. و الحته دي مهمه. بصوا يا جماعه، ما ينفعش يكون في سيخين حديد ما بينهم 15 سم مش مربوطين. يعني ايه؟ الكنات بتقوم بمهمه ضخمه على فكره. يعني ايه يا جماعه؟ يعني انت ممكن تسيب بص يا جماعه، موضوع الربط وربط الكنات ده مهم. خليني اقول لك ايه، انت لو عندك عمود كبير مثلا متر طوله متر في 25، انت مش لازم كل حديده مثلا العمود مثلا فيه 20 سيخ فيصل على كل جنب من العمود. عشر تسعين
تمام يا جماعة؟ تمام، عايز يقول هنا ايه بقى يا جماعة؟ العمود الدائري ما تحطش فيه الكنات بالطريقة دي، الكنة تكون دائرية. ماشي؟ طيب، بنكثف العمدان، بنكثف الكنات في التلت الأول والتلت الأخير من العمود. عارفين الحكاية دي؟ عشان الشير. تمام، وبعدين مسائل. بس كده خلاص، حد وقع منه حاجة يا جماعة؟ نحل المرة الجاية شوية مسائل كويسين بعد ما الموضوع يثبت ونحل بإيدينا يعني. تسلم يا سلام حبيبي، ونحل كمان مسألتين. ايه؟ يا جماعة، عضو متطوع لله لله يا جماعة. سنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة يا جماعة. ما احنا كنا لسه بنتكلم، انت بس ما كنتش موجود في اول المحاضرة. كنا بنتكلم ان احنا عندنا اختبار ان شاء الله هنعمله بعد ما نعمل المحاضرة الجاية دي، لا اللي بعدها هيبقى في اختبار. تمام، مواعيد المحاضرات زي ما انتم شفتوا كده النهاردة الساعة 9 بتوقيت مصر، صح يا جماعة؟ 9 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت مصر، و8 ونص يوم الأربع برضو بتوقيت مصر. دي محاضرة ستراكشر ديزاين. توصيل سيخ من عمود لآخر هنتكلم فيها برضو، هنتكلم فيها. كل في لا بصوا يا جماعة، في كورسين تمام، وفي كورسات تانية كتير على فكرة للسيفل المدني موجودة على الدارين، في كاد وفي ساب وفي بريمافيرا وفي مش فاكر والله في ايه كمان، وفي الحاجات اللي انا بديها اللي هي التصميم، تصميم انشائي، بنصمم في فيلا دلوقتي باستخدام السيف، وفي بي ام بي، وفي الكورس الخرسانة اللي احنا فيه ده دلوقتي، كورس التصميم الانشائي اللي بنستخدم فيه البرامج وبنرسم ونعمل موديلنج وكده، ده بيبقى يوم الاربع الساعة 8:30 بتوقيت مصر. الكورس اللي احنا فيه ده اللي هو بتاع الخرسانة اللي هو مانيوالي وارقام، ده شغالين فيه الساعة 8 يوم السبت، وهم صح احمد ده عصمت حط لكم حاجة تخلص من الاخر. في التنفيذ اعتقد ان احنا مهندس احمد عصمت بصدد ان هو بيجهز حاجة زي كده، صح يا باشمهندس؟ تمام، انتوا يا جماعه دعمكم معانا يعني انتوا كل ما عرفتوا البشر اكتر بالاكاديميه
الخرسانة السبت بس. انتوا بعدين يا جماعة الناس المتخرجين اعتقد ان هم يقدروا فكرة يعني ايه تعليم عن بعد. التعليم عن بعد ده يا جماعة حاجة موجودة في العالم من زمان على الاخر، يعني احنا ان احنا جامعاتنا لسه ما فيهاش تعليم عن بعد ده يعد تخلف بكل معانيه. انت ممكن تكون اتخرجت ونفسك تعرف حاجة زيادة، ممكن نفسك تراجع على حاجة، نفسك تاخد ماستر في حاجة، مش هي جت على دي بس يعني نبدأ نعمل اي حاجة. يعني مفترض ان اعضاء هيئات التدريس دول صفوة الصفوة، يعني سيبك من الصفوة اللي احنا اللي قاعدين يطلعوا في التلفزيونات ويتكلموا، دول مش صفوة، تمام؟ دول صفوة، لكن لكن صفوة الصفوة اللي هم اساتذة الجامعات المفروض بيفكروا لقدام، تمام؟ فالدارين انا بشوف انها ان شاء الله يا رب تكمل وتوصل للليفل اللي الناس اللي شغالة عليه بيتمنوه. إن شاء الله في يوم من الأيام تقدم دبلومة كاملة، ماستر كامل إن شاء الله. ماشي يا جماعة. المرة الجاية اللي بعدها. وطبعا ده امتحان مفاجئ. شكرا يا جماعة. ماشي طيب، انا اقدر استاذنكم لان انا دلوقتي انا في قطر وتقريبا الساعة دلوقتي دخلت على 11 وانا صاحي من الساعة 5 الصبح، فهستاذنكم. اوكي يا جماعة، يلا سلام عليكم.